اشارت لي بيدك. عمي مكش عمي. اشارت لي بيدك اقول لك. شو هاتها؟ هاتها اقول لك. عمي ما طقني؟ لا ما طقك هو هاتها. كلش؟ كلش ما طقك اقول لك. ها. انا بك طولك طول الزبوط. الجيجار اطول منك. احلى تعرف ركب بوزك الحين؟ يلا يلا داخل يلا يلا عشان يمشي. وين حاط الدواب بالدار بعد؟ عمتي قالت لي انا ابوك اول في البرحه يا بنت يوسف ابغى يموتون من الدخان. ايش اسوي بعد؟ شيلها شارك الله شيلها. طالع للحين ما شالها. يا للحين ما طلع. وهم شو من جيجايري ايش تبي بعد؟ عمي باخذ مقاش. يلا شيلها امشي. طالع على مكتب ولي ما تطلع. والله بلاش افكر يا بلاش يا مدير. قام صبح صبح صبح. عم عمي علامك انت اسمر. ميت اختي؟ نعم. ميت اختي؟ شوف فلايات نادها. يلا انا ربيكم وانت صبيان. والله فلاش عمي عمي كاهيت شتون طربع ما تناديها. يلا ها ها شكري شكري ماي ماي ها ها يلا شرب اللي ما شربتي. طقوني يا اخوي. ها طقوني. طقوك؟ ايه. رحت لهم انت؟ ايه رحت لهم. ايه كان يقول خادم هم هني. ايه وتالي عندي رنة. ايه واروح. وبعدين ما مداني ادش. ايه ولا اشوفه بسعود ملبسين الثوب. ها ويرقص هم انقلب حرمة. يا شافتني بسعود. ايه نقول طلعوها طلعوها. عيل ما شفت الشريفة ولا حتى ما داني اكلمها. ولا حتى الشريفة مو ما انا اللي اقول اقول لك يوه قلت شو انا اقول لك ما داني اكلمها تقول لي شرفوه. بقى سمت لها شرفوه. الشريفة يا اخوي شو اسوي وتحصل لي فرصة ما اقدر اكلمها. زين روح روح. زين تبي شيء ولا لا؟ لا ما ابي شيء. ماكو فايدة روح تزور حتى لا. صبح يا مصبح صبح يا عمي قايس بتنور انت. عمي متى تروح بيت ابو سعود؟ اي نعم تدعم. شوف روح بيت ابو سعود. انا مكسر. تعال اوقف على عمي. حتى انا شو بقول لك انا؟ شوف روح بيت ابو سعود. شوف اوه بيت ابو سعود علامك مطفوقة. شوف روح بيت ابو سعود. اوقف علامك خفيفتي لي. شوف روح بيت ابو سعود. اوقف روح بيت ابو سعود وشوف تركاته مسبوبة وتعال. يلا عمي بس الحين لا باكر. قطو وين حرامي دش هالدشه هذه؟ يا حرامي ها
هلا يا من مواد هلا ما تدري حرامي ما يبقون بالليل كله بالنهار ولا ما كان عندك فلوس يذبحونك هي والله سالم صدق اليوم انا وديت بارون الملجأ يوم شاف الميانين كان يقول انا اخاف انا بكنت بروحك مجنون شلون تخاف من الميانين والحين من الحاج والله ما ادري وين رايح بيتهم قاعد يدورونه توهقنا وياه الله يقطعني والله لا ابو جاسم البارحه نص الليل وطقت الباب شك 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 عند الباب كان اركب ولا ابو جاسم ها عامر غرض حاجه كان يقول ابراهيمو عندي قطوه ابيك تغويه قلت له حاضر والله يا سالم اقوم نص الليل واخذ القطوه ودي بعيد كلش واغويه يوم صار الصيف رايح حق الخردة واللي هالي واقف عند العاير تعال 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 انا ضليت بيعطيني خردة تعال انت مت شي انت اخترابت انت كيف واحد يأمنك انت يا شيك انت ما تعرف تغوي يا بجاسم انا صار لي 20 سنة غوي قطاوة احنا انت انقد علي هذا الحقيقة قلت لي هذا خايف من خردة اخي وندش البيت عليك منا عشان اقوم ادش داخل صدق يا سالم ولا القطو قاد عليهم اكل داهم ساكتين بغارة لا ولي كملها زايد والله العظيم تونا قاعد نتغدى وطقت الباب شك 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 عند الباب انا قلت هوشه واركض عند الباب ولا زايد ولا يبكي قلت انا اكيد احنا قوم متوفي ولا شيء ها زايد تبي شيء يقول تبي شيء ايش حق تبكي انا ترى حاضر هوشه ما هوشه على دوي ما عندي شغل الله يا ابراهيم انا ما اخذ اجازتي وبسافر وابي 200 دينار سلف انا ابوك والله يا سالم يوم شفته يبكي كسر خاطري شو اقول له والله يا سالم صدق يا سالم اسمع والله يا سالم شو اقول له يا سالم الحين باخر جاستك يعني انا تاخذ 200 دينار انا من الصدور انا اقدر اعطيه سالم لكن زايد تدري انا بعد تجين ما يدفع خفي وهكني باكر ولا شيء ولا احنا بشاورك شو تقول اعطيه ولا لا شنو انا زايد انا زايد ذاك ويا زايد روح قوى انا قصدك شنو اغوي زايد الله يعيش كفر ايش فيك شدي سالم ايش فيك الا ايش فيك يا ابراهيم ارجوك ما بري شيء قلت لك خلني بس خلني زين هذه والله الطلبه قلت لك ما بري شيء انا ما بري شيء يبا كان ما فيك شيء انا فيني شيء